بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تحب ظالم او مجرم او قاتل. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث: اذا فعلت الخطيئه في الارض فمن شهدها وانكرها فقد غاب عنها، ومن غاب عنها ورضي بها فقد شهدها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد مجرم او قاتل او صاحب سلطه قتل ناس كتير، والناس سقفت له قالت له تسلم ايدك تسلم ايدك، الناس دول سيبعثون يوم القيامة قتلة، سيحملون الدم، اسم الدم مع هذا الرجل الذي قتل الناس. وإذا ناس ثانية حضرت وأنكرت، كانت واقفة وقلوبها تدمي لهذا، فقد مش هيتحملوا الاسم مع القتلة. يبقى مجرد إن أنت تتشهد، إن أنت تدافع عن مجرم أو قاتل أو ظالم وتحبه بالقلب وتدافع عنه باللسان، أنت شريك في كل ما يفعله. ستبعث يوم القيامة. شوف عبد الله بن مسعود قال ايه؟ عبد الله بن مسعود قال: من احب ظالما حشر معه يوم القيامة ولو عبد الله 70 سنة في صحن الكعبة. يعني لو صليت 70 سنة ال5 صلوات جوه الكعبة في الملتزم ولقيت الله سبحانه وتعالى، انت تحبه ظالما وتدافع عنه وتسقف له، واحد قتل، واحد ظلم، واحد، وتقول له تسلم ايدك على اللي انت بتعمله، ستحشر معهم يوم القيامة، سيحبط عملك كله. فلذلك أنا بحذر، راجع كل واحد يراجع نفسه. أي واحد بيدافع عن واحد ظالم أو واحد مجرم أو واحد، أوعى، هتضيع عملك. الحق نفسك، راجع نفسك قبل فات الأوان. قول قولي هذا، استغفر الله لكم.